الرحيم. الأخت الرئيسة المناضلة مريم رجوي، رئيسة المقاومة الإيرانية لمنظمة مجاهدي خلق، الجمهور الرائع المتطوق إلى الحرية وإلى العودة إلى إيران ديمقراطية حرة عادلة تسودها حقوق الإنسان والمساواة. الحضور الكريم، الحضور الكريم، كل باسمي ولقبه، أود أن أقول لكم كل عام وأنتم بخير. مناسبة شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله العام القادم تحضرون شهر رمضان في إيران المحررة. الإخوة والأخوات، جئناكم من فلسطين، جئناكم من فلسطين أرض النضال، مهبط ومصر الأنبياء والرسل، أرض النضال والكفاح، الكفاح من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية تكون دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ومن أجل ذلك دفعنا آلاف الشهداء والأسرى والمعتقلين، ولكن هذا يهون في سبيل الحرية والاستقلال والمساواة والعدل. وإن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين يقوم بكل الإجراءات البشعة، ولكن نحن صامدون في فلسطين، وإن شاء الله نحررها ونعيد إليها وللإنسان الفلسطيني كرامته وحريته. وذلك بحكمة قيادتنا الرشيدة التي استطاعت أن تنهي الانقسام وتشكل حكومة الوحدة الوطنية وتقطع الطريق على كل المزاودين والذين كانوا يدعمون الانقسام على رأسهم النظام الإيراني الدكتاتوري القمعي الذي لا يكف عن التدخل في المنطقة، بداية من سوريا ونهاية في العراق، وهو الآن يشعل نار الفتنة الطائفية التي سوف تمتد إلى نظامه وتفنيه إن شاء الله. الإخوة والأخوات، نحن أبناء الشعب الفلسطيني متمثلاً في نوابه ندعم ونثمن دور المقاومة الإيرانية وفي منظمة مجاهدي خلق الذين يناضلون من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال. ونحن مع كلمة السيدة مريم رجوي، إننا جميعاً من أجل الحرية. الحرية لكم ولنا وللعالم بأسره، ومن أجل القضاء على الأنظمة الدكتاتورية القمعية التي تتستر وراء الدين، والدين براء منهم ويستخدمون الدين حتى يضللوا شعوبهم ويظلمونهم. وإننا ندعوكم جميعا إلى مواصلة الكفاح والنضال من أجل هذه الحرية. وكذلك نحن نحيي صمود الإخوة في مخيم ليبرتي، ونحيي أرواح الشهداء والأسرى والجرحى منهم. وإن العراق في هذه المرحلة الدقيقة تمر بحرب طائفية أشعلها المالكي وأعوانه في إيران.
وإن شاء الله نهايتهم هتكون قريبة إن شاء الله. وكذلك نحن ندعم الأخت مريم رجوي في نضالها من أجل الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة والتحرر من النظام الدكتاتوري الإيراني، ونقول لها إن فجر الحرية قادم لا محالة. وإن شاء الله العام القادم نحتفل سوياً في إيران بدولة إيرانية حرة مستقلة تسودها العدالة والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.